مشاهدينا بهالأجواء ومع أمطار الخير، ولحتى تتعرفوا أكثر بشكل موسع عن حالة الطقس، فريق العمل داخل الكنترول هلأ راح يتصل باتصال مباشر على الهواء مع مدير دائرة التنبؤات، مدير قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية المهندس إبراهيم سعيدات. صباح الخير مهندس إبراهيم. صباح الورد أخت دعاء، ميت هلا إليك وصباح الخير للسمر وجميع مشاهدينا الكرام. يا أهلا وسهلا فيك وصباح الخير مع أمطار الخير مهندس إبراهيم. من خلالك يا ريت نعرف مشاهدينا على أحوال الطقس لباقي اليوم وللأيام القليلة القادمة إن شاء الله. بمشيئة الله، صباح الخير للجميع. يعني نحن متأثر من أول أمس يعني بكتلة هوائية باردة ورطبة بترافق منخفض جوي، حقيقة هو بعيد عنا إلى الجنوب الغربي من قبرص، ولكن تأثر بالتيارات الغربية الرطبة اللي بترافقه. راح نستمر اليوم تحت هذا التأثير، الأجواء راح تكون باردة وغائمة جدا لغائمة في معظم مناطق المملكة. بتسقط عنا بمشيئة الله تعالى الأمطار بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة، بتكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق ويصحبها الرعد وزخات من البرد أيضا، وهذا سيؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما في ذلك مدينة العقبة. حقيقة الفرصة فيها واردة لهطول أمطار هناك حتى ساعات الظهيرة. الرياح اليوم غربية معتدلة إلى نشط السرعة، متوقع خلال ساعات الليل الأولى أن تضعف فرصة هطول الأمطار بشكل عام، بتقل كميات الغيوم تتكشف السماء في بعض المناطق، وبالتالي تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية محتمل بشكل كبير عندنا اليوم خلال الساعات المتأخرة من الليل. الرياح تتحول إلى شمالية غربية ليلا، بتكون معتدلة السرعة وبتنشط أحيانا في شرق المملكة. أيضا خلال الساعات المتأخرة من الليل في عندنا في المناطق الجنوبية درجات متدنية جدا، فهناك فرصة حقيقة في أجزاء محدودة من المرتفعات الجنوبية خاصة أن يحدث بعض الصقيع والانجماد في تلك المناطق. اليوم حرارة عظمى في عمان 11 مئوية، بالليل 3 درجات، في البحر الميت والعقبة 22 إلى 10 درجات مئوية. غدا بظل الامور عندنا بنقدر نحكي نسبيا مستقره حتى ساعات الظهيره، لكن من بعد الظهر متاثر بحاله من عدم الاستقرار، بصير عندنا الفرصه الهطول المطري مع الساعات المتاخره من المساء وساعات الليل وارده بمشيئه الله تعالى ابتداء من المناطق الجنوبيه الشرقيه، بتمتد مع ساعات الليل الى اجزاء واسعه من المملكه بمشيئه الله تعالى. تلك الهطولات المطرية متوقع تكون غزيرة أحيانا ويصحب الرعد أيضا والزخات من البرد، وبتظل مأثر علينا خلال يوم الاثنين والله أعلم. نعم. الرصد الجوي الأستاذ إبراهيم سعدات، يعني شكرا جزيلا لك. أنا عندي بس استفسار له علاقة بأنه يعني الناس عم بتكون محتارة في شهر شباط، أنه هل هناك منخفضات قادمة عميقة ستكون أم أنه الطقس إلى ارتفاع في درجات الحرارة؟ لو هيك تعطينا يعني نظرة قد تكون يعني مستقبليه فيما يتعلق بهذا الموضوع. تمام، يعني احنا الان كتنبؤات نسميها احنا متوسط المدى اللي هي بتعطينا 3-4 ايام والى اسبوع بالاكثر، حقيقه حتى الان في هاي التنبؤات ما في معطيات منخفض قريب، لكن بالعموم احنا بنعرف انه هاي الفتره من فصل الشتاء فيها كميه امطار حقيقه بتسجل فوق 30% من المجموع المطري العام للموسم، وبالتالي بدنا نتوقع انه من هون ل 21/3 انه يظل في عندنا احتماليه منخفضات قائمه. قد تكون هذه المنخفضات فيها برودة شديدة بحيث تكون من أصل قطبي وفيها هطولات ثلجية أيضا، كل هذه الاحتمالات تظل أختي سمر واردة. نعم. خبرتنا على كل حال بتقول أنه يعني بتظل درجات الحرارة منخفضة شهر 2 شهر 3، حتى ممكن يكون في فرصة لهطول الثلج، يعني نعم. بضل لسه في فرصة لسه في فرصة الله يجيب اللي في الخير يا إن شاء الله.